ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بكم أستاذ عمر إلى هذه الجولة الإخبارية. نبدأ من تقريركم اليوم، ماذا تعني هذه الأعداد من المعتقلين والمختفين قسرا في العراق؟ مرحبا بك. أهلا بك. نعم، هي هذه الممارسات والمنهج التي تنتهجها القوات الحكومية في محافظة البصرة وغيرها من المحافظات العراقية حتى تمنع من وصول الحقيقة إلى الرأي العالمي، وبالتالي فإن هذه الأعداد تكون يعني بصورة جماعية، وتكون هذه الجهات الأمنية والحكومية تمارس التعذيب وتمارس الاختفاء القسري حتى تتمكن من فصل سيطرتها على هذه المناطق بحجة مكافحة الإرهاب أو بصيغة أخرى، وهذه تندرج كلها تحت مسميات العقاب الجماعي من قبل الحكومة، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الحرب وانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذه ليست بغريبة على الحكومة منذ عام 2003 وإلى اليوم، فهي تمارس نفس الحقائق وتمارس نفس الأساليب التي انتهجتها القوات الأمريكية وإلى اليوم. نعم أستاذ عمر، رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي يتهم بالأمس جهات سياسية بالوقوف وراء الاغتيالات لأسباب سياسية لإزاحته عن الحكومة. يعني إلى أي مدى يجعل هذا الأمر العبادي وحكومته شركاء في الجريمة؟ نعم، يعني هذا اعترافات العبادي هي تؤكد ما تذكره التقارير هنا وهناك، وهي هذه الاعترافات حقيقية وخطيرة في نفس الوقت لما تتضمنه من شهادات حية من قبل المسؤولين، وهو ليس ببعيد عن هذه الاغتيالات وليس ببعيد عن ممارسات الحكومات التي سبقته في التصفية والاغتيال والاختفاء القسري. نعم، لماذا تسكت البعثة الأممية في العراق عن حالات الاغتيال التي تجري مؤخرا في مدن مثل بغداد وبصرة؟ والبصرة تكتفي بإحصاء القتلى. برأيك لا ينبغي أن تتخذ دور محوري في الضغط على الحكومة لإيقاف ما يجري من هذه الانتهاكات؟ نعم، هو هذا ما نطلبه، هو هذا واجب الأمم المتحدة تجاه المدنيين في العراق وتجاه جميع المدنيين في العالم. إذا ما كانت الأمم المتحدة قادرة على منع هذه الممارسات والقتل وغيرها من الأعمال العنفية التي تقوم بها الحكومات، فما هو دور الحكومة بالضبط؟ وهذا ما نتساءل به الأمم المتحدة ونتساءل به أمام المجتمع الدولي، ما دوركم حقيقة في منع هذه الانتهاكات ووقوع الضحايا؟ إذا لم تكن هناك يعني قوة رادعة أو محكمة تأخذ مصراها في النيل أو معاقبة المجرمين سواء كانوا دولا أو أفراد، فإذا خل تترك الأمم المتحدة هذا الشأن في الشعوب، هي من تقرر وتحقق مصيرها عبر المحاكم الوطنية وعبر المحاكم التي ترتئيها هذه الشعوب في محاكمة المجرمين والمقصرين في حقوق الإنسان والحرية. برأيك بقاء الأمور بهذا الشكل إلى أي مدى من الممكن أن تصعد التظاهرات في البصرة وجنوب ووسط العراق، لا سيما مع ترسيخ المحاصصة؟ هذا الأمر بدأ واضحا في اختيار رؤساء البرلمان والجمهورية وحتى اختيار الوزراء الجدد. نعم، يعني هذه المحاصصة الطائفية وهذه السياسة يرى المراقبون كثيرون دوليون أن هذه الحكومة هي الحكومة الرابعة التي تبوء بالفشل وستبوء بالفشل في جراء السياسات المتبعة منذ 2003 وإلى اليوم، وهذه حقائق يدعمها الواقع في العراق وفي الشارع العراقي، حيث أن جميع البنى التحتية هي معطلة، لا توجد هناك وظائف، لا توجد هناك خدمات صحية ولا غيرها. حتى الآن يعني أصبحت هذه السياسة هي سياسة تبعية، وما تنبه إليه هذه الشرائح المجتمع وما ظهرت إليه في مدينة البصرة من أن تقول هذه التظاهرات لا لإيران، لا للاستعمار، لا للتدخل الأمريكي
كل هذا يندرج تحت يعني الانكشاف اللعبة أمام الجماهير العراقية، وهي تحذو حذوها لحتى ترسم خارطة طريق في المستقبل القريب إذا ما كانت هناك إرادة دولية في رسم هذه الخريطة نحو عراق متكامل موحد في سبيل الخلاص من هذه الحكومات. الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وطبعا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.